قبل ما نبدأ الفيديو حق علي أن نشكركم دائما على التفاعل ديالكم، اشتراك، جيم وتعليق إيجابي. وهذا الشيء لكان كيدل على شي حاجة، فراه كيدل على أنكم جمهور راقي، حيث هذا التفاعل كيحفزني نعطي أكثر وكيخلي خوارزميات اليوتيوب تنشر الفيديو. ودير في بالك إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. واللي حكى الجنرال حمو هو جنرال مشهور، كان مشهورا جدا في وله صيت طيب جدا نظرا لطيبوبته ولبساطته ولأشياء أخرى. هو جنرال حمو من الضباط الذين كانوا في مع الجيش الفرنسي، شاركوا في الحرب العالمية الثانية، و وكان يعني ما بين الضباط الأولون الذين أخذوا زمام الأمر القوات المسلحة في الملكية، وكان هو الذي رئيس المنطقة كما قلت، منطقة الغرب. في الفيديو اللي قبل كنا تكلمنا فيه على السارجان كنوش محوش، منقذ الملك الحسن الثاني، وكان رابع شخصية تكلمنا عليها في هذه السلسلة، واللي كتتعلق بالتعريب الشخصيات اللي مرت معنا في سلسلة انقلاب السخيرات وانقلاب البوينغ. شفنا في الحلقة السابقة في هذه السلسلة المسار التعليمي والمهني ديال كنوش محوش والموقع دياله في انقلاب السخيرات، وكيفاش قدر يغير مجرى أحداث الانقلاب وينقذ الملك الحسن الثاني هذا الأخير اللي عاش حالة خوف وهلع في واحد المكان في القصر الملكي بالسخيرات. أما الشخصية اللي غنتكلموا عليها اليوم فكتتعلق بالجنرال حمو أم حزون. فشكون هو حمو أم حزون؟ وشنو المسار ديالو؟ وشنو المعارك اللي خادها؟ والمناصب اللي تسلقها؟ وشنو الموقع ديالو من انقلاب السخيرات؟ وكيفاش كانت النهاية ديالو؟ فهادشي اللي غنشوف في هاد الفيديو. حمو أم حزون، المعروف بحمو بن عقا، من مواليد 1920 من قبائل زيان بمدينة خنيفرة، وهو من سلالة محمد بن حمو الزياني بطل معركة الحري، واللي خادتها قبائل زيان بقيادة محمد بن حمو سنة 1914 ضد المستعمر الفرنسي، واللي عرفت انتصار الزيانيين على القوات الفرنسية، وهي المعركة اللي كيقول فيها محمد المختار السوزي في كتابه المعزول ومن أكبر الوقائع في الحروب وقعة الهري، التي قتل فيها رؤساء جنود فرنسيين أكثر من 20 فيهم الكولونيلات والقبطانات والوفيسيانات، وتفصيلها أن العسكر الفرنسي تقدم بقوة عظيمة وتوغل في تلك الجبال إلى أن وصل الهري المذكور، فانقض عليه عسكر زيان بزعامة وحمو الزياني ومن معهم، وسدوا عليهم المسالك التي سلكوها، وجعلوا يقتلونهم كيف يشاءون ويأسرون إلى أن أفنوهم. كانت هذه قصة معركة الهري باختصار. ونرجع لشخصية الجنرال حمو أم حزون، هذا المحارب الضخم اللي كان أضخم عسكري بالعسكريين، شارك في الحرب العالمية رفقة الجيش الفرنسي، وشارك كذلك في الحرب الهند الصينية، وكان كذلك إلى جانب كل من الجنرال أوفقير والجنرال بوغرين، الشيء اللي خلاه يتوج البطولات ديالو في الحرب بعدة أوسمة، واللي من بينها وسام جوقة الشرف والصليب الحديدي. هاد التجربة اللي راكمها الجنرال حمو أم حزون خلاته يكون من الأوائل اللي انخرطوا في صفوف القوات المسلحة الملكية، وتقلد عدة مناصب منها رئيس دائرة تاونات مباشرة من بعد عودة الملك محمد الخامس من المنفى. وفي أواخر الستينات غيولي حمو أم حزون قائد المنطقة العسكري بالقنيطرة، وبالرغم من أن جل العسكريين كتكون الطباع ديالهم صعبة نوعا ما بحكم الميدان اللي كيشتغلوا فيه، إلا أن الجنرال حمو أم حزون كان معروف بالطيبوبة ديالو وصاحب أخلاق، الشي اللي انعكس على شخصيته وخلاته يبان شخص هادئ كيتميز بالهدوء والسمت. وهنا
غنوصل لنقطة مهمة واللي هي شنو قصة حمو أم حزون مع انقلاب الصخيرات؟ واش كانت المشاركة ديالو بإرادة ولا كان مسلوب الإرادة؟ وإلا كان مسلوب الإرادة، علاش كان من أول الأشخاص اللي تعدموا بالرغم من أنه كان ملكي حتى النقاع؟ باش نقدروا نلقاو جواب على هذه الأسئلة واللي كتعتبر أسئلة صعبة ومهمة في نفس الوقت، فلا بد من نرجعوا لأحداث انقلاب الصخيرات ونركزوا بشكل كبير على الأحداث اللي تواجد فيها جنرال حمو أم حزون. كيف ما شفنا في الفيديوهات السابقة أن الانقلاب كان بتخطيط كل من الجنرال محمد المذبوح والكولونيل محمد عبابو مدير مدرسة أهر مومو، وكانت الخطة هي توجه تلاميذ مدرسة أهر مومو للصخيرات ومحاصرة القصر الملكي اللي كان كيحتفل فيه الملك الحسن الثاني بعيد ميلاده 42 يوم 10 يوليوز سنة 1971، واللي كان حاضر فيه العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية بالداخل والخارج، وكان من بالحضور الجنرال حمو أم حزون. وكان الجنرال محمد المذبوح العقل المدبر لهذا الانقلاب، بغى الانقلاب يكون انقلاب أبيض يتنازل فيه الملك على الملك بلا حرب أو دماء، لكن منفذ الانقلاب محمد عبابو كان له رأي آخر، ومباشرة من بعد وصوله القصر بدا الرصاص كيلعب على في السماء، وبدا كذلك تبادل إطلاق النار وعمت الفوضى في القصر. في هذه اللحظة توجه الملك وبعض الشخصيات لواحد المكان في القصر من أجل اختباء، وتوجه محمد المذبوح عند عبابو ودار بيناتهم نقاش تم فيه تبادل التهم والتخوين. سال النقاش برصاصة من أحد التلاميذ صوب المذبوح واللي مات بها في البلاصة، وهنا غيكمل عبابو الانقلاب والبحث على الملك في القصر، وغيبدا عبابو كيتأمل في الضيوف وبان ليه الجنرال الغرباوي قائد لواء المدرعات ودخل معه في حوار باش يقنع الغرباوي بالانضمام ليه، لكن الغرباوي غير فض الشي اللي خلى عبابو يقتلو. وفي الجانب الآخر كانوا ربعة ديال الجنرالات واللي هما الجنرال حمو أم حزون والجنرال مصطفى أم حارش والجنرال محمد حبيبي والجنرال بوغرين، بالإضافة للكولونيل بولحيمس. ملي غيشوف عبابو بولحيمس غيبتسم ابتسامة شامتة وغيقول نهار كبير هذا كولونيل، جيتي تلقدامي، شحال استنيت هاد الفرصة، العالم صغير كولونيل. كان بولحيمس عارف أن عبابو ما غيرحموش حيت كانت بيناتهم عداوة كبيرة، ورغم ذلك أبقى بولحيمس كترجع عبابو لكن بدون جدوى، وغيأمر عبابو واحد من الرجال ديالو يتيري فيه، وغيطوع أحد التلاميذ وغيتيري في ظهر بولحيمس اللي غيطيح الأرض. من بعد دقيقة غيقول واحد من التلاميذ لعبابو مو كولونيل راه مازال كيتنفس، غيرجع عبابو وغيحط رجلي على راس بولحيمس وغيقول التلميذ تيري هنا، هكا كيكون القتل. من بعد غيمشي عبابو عند الجنرالات الربعة وغيقول لهم بأن الانقلاب نجح وأن المذبوح مات برصاصة طائشة ملي انتازع تنازل الملك بالقوة، وأنه قريب يمشي الرباط باش يشكل مجلس الثورة ويعرض عليهم ينضموا ليه باش يكونوا جزء من مجلس الثورة، لكن غيبقوا ساكتين. وحد اللحظة غينطق الجنرال الضخم حمو أم حزون أمام عبابو اللي كان كيبان قدامه بحال القزم وغيقول هادشي ما عنده معنى، هذا لعب الدراري. فهاد اللحظة غيغضب عبابو وغيأمر الجنود باش يديرهم في السيارة وطلب من الحراس باش يراقبوهم، وغيدخل عبابو للقصر للمرة الأخيرة. ملي ملقاش الملك خلى بعض الجنود رفقة الأخ ديالو باش يواصلوا البحث، وتوجه مع باقي الجنود بالإضافة للجنرالات الربعة لمدينة الرباط من أجل السيطرة على القيادة العليا والإذاعة والتلفزة واحتلال وزارة الداخلية. ملي وصلت القافلة للرباط غيوزع عبابو المهام، ودار عبابو اجتماع في القيادة العليا مع أعضاء مجلس الثورة واللي شارك فيه الأخ ديالو والشلواطي وبوبري والمالطي والفنيري وعمي وأجعوان
والجنرالات الربعة حمو وأمحارش وبوغرين وحبيبي. من بعد نهاية الاجتماع غيطلب عبابو من الجنرال بوغرين يلتحق بالمنطقة العسكرية بمكناس، وطلب من الجنرال حبيبي يرجع لقصر صخيرات باش يطلق سراح الأجانب والسفارة ويعفي أعضاء الحكومة من المهام ديالهم، ويواصل البحث على الملك الحسن الثاني والجنرال أوفقير والدليمي. أما الجنرال حمو أمحزون فغيطلب من عبابو يلتحق بالقنيطرة اللي كان قائد المنطقة العسكرية ديالها باش يستلم زمام الأمور ودير الوحدات ديالها تحت قيادة مجلس الثورة. هنا غيطلب الجنرال حمو مليوط نقروي السيارة ديالو باش يمشي القنيطرة، ومباشرة من بعد الوصول ديال حمو القنيطرة غيمشي عند الكولونيل محمد أمقران قائد القاعدة الجوية الثالثة، وغيخبرو بهذا الوضع وغيقول له عبابو راجل حمق، قتل بزاف الناس في الصخيرات، ودابا راه حتى القيادة العامة والداخلية وناوي يستولي على الإذاعة والتلفزة، وخصك ضروري تقصف الوحدات ديالو باش تحبس التقدم ديالو وما يزيدش يرتكب جرائم أخرى. غيجاوبو أمقران حتى أنا كنت في الصخيرات وقدرت نهرب قبل ما يبدأ الهجوم، لكن آسف ما يمكنش نتخذ قرار بحال هذا، خاصني ضروري قرار من الحرس الملكي وموقع من طرف الجنرال المذبوح ولا الجنرال النميش قائد القاعدة الجوية. غيرد عليه حمو بزوج بهم تقتلوا في الصخيرات وما يمكنش نخليو عبابو كيقتل في الناس، لكن أمقران غيخلي الطائرات المطاردة F5 في المخادع ديالها في انتظار أمر مكتوب اللي ما يمكنش يمضي عليه المذبوح حيث ماس في قصر الصخيرات. هذه رواية، لكن رواية أخرى واللي رواها صالح الشاد في برنامج شاهد العصر واللي كيقول فيها أن الجنرال حمو أطلب من أمقران يقصف القصر الملكي، الشي اللي كيخلينا نطرح السؤال التالي: واش كان الجنرال حمو أمحزون كيستهدف الملك اللي كان متواجد في قصر الصخيرات؟ جاء إلى طريق وذهب وتلقى أصدقاءه يعني ثلاثة، وذهبوا إلى المحمدية يعني، ومن بعد المحمدية ذهب إلى فندق وطلب الهليكوبتر. الهليكوبتر جاءت إلى المحمدية وأخذها وجاء بها إلى قنيطرة. وقال يعني لك أن الحسن الثاني بين القتلى. بين القتلى. وهنا في هذا الوقت قال كيف فر، رن الهاتف وسمعنا يقول صاحب الجنرال إلى مكتبي. عفوا، صاحب الجنرال إلى مكتبي، إنه رن الهاتف وقال أمقران في الهاتف طلب من الضباط الذين في الباب أن يصاحبوا الجنرال إلى المكتب، أن يحضروا الجنرال من الباب إلى مكتب، إلى المكتب. معنى ذلك أن هناك جنرال كان على الباب، على الباب طلب أن يتلقى أمقران. من هذا الجنرال؟ خرج أمقران وبقيت في المكتب أنا والكوماندار الحجاجي، خرج ليتلقى الجنرال خارج المكتب. لكن لم تعرف من هو؟ لا من بعد سأعرف. تلقى الجنرال بعد دقائق رجع إلى المكتب وسار يحكي لنا بأن الجنرال حمو جاء إلى حمو القائد. كان قائد الجيش تقريبا. أيوة، كان هو قائد المنطقة المركزية، المنطقة المركزية التي تضم الرباط والقنيطرة. هنا في هذه اللحظة قال جاء الجنرال حمو وطلب منا أن نذهب بالطائرات ونقصف قصر الصخيرات وندمر قصر الصخيرات. أمقران بلغكم بيه. أيوة بلغ هذا الكلام، ولكن هو قال أمقران، ولكن لم نقدر نقول ماذا جرى بين جنرال وأمقران خارج المكتب. جنرال حمو وأمقران ذهب، رجع جنرال حمو. لكن أنت لم تشاهد حمو؟ لا لم نشاهد، بقينا في المكتب أنا والكوماندار حجاجي. رجع أمقران وقال لنا بالحرف الجنرال يأمرنا أن نذهب
ونقصف قصر الصخيرات بالقنابل. بالقنابل؟ ايوه. ما وقع هذا عليكم؟ ما نرى، هو يقول وانا يعني هو يقول وانت رئيس لا العمليات. لا لا يعني غنجاوبه هنا من بعد نجي الكلام. قلت له أمو كولونيل، هذا غير معقول، كيف تريد؟ وقال لي اذهب بثلاثة طائرات وأقصف يعني. هنا قلت له لا يا أمو كولونيل، كيف أذهب وأقصف القصر والقصر مملوء بالسفراء والدبلوماسي والنساء والأطفال وأرى أطلب من الجنرال حمو أن يعزل المتورطين في الانقلاب، أن يعزلهم بدبابات أو بشيء ما، وتمنا نتدخل، نقدر نتدخل يعني بالطائرة. يعني نظر إلي وقال والله أنت عندك الحق، وقال لي بالفرنسية ان توكا ريست اون ستاند باي، لهذا أبقى في يعني في وقت الاستعداد. الاستعداد وهكذا من بعد ساعة ساعة ونص انتهى الأمر، الملك لازال على قيد الحياة وكل شيء. لكن أنت إلى هذه اللحظة يعني لا شيء ما يعني لا يتم. أنت إلى هذه اللحظة كنت على يقين من خلال ما أخبرك به أمقران أن الملك قد قتل؟ أيوة. وحينما يعني ما قال الملك، ولكن لما جاء جنرال حمو وقال لي اذهب يقصف يعني بقصف القصر، هنا يعني عقلي قال لي بنا شيء ما لم يكن معقول في هذا الكلام. أنت قراءتك إيه للأحداث في ذلك الوقت؟ الغضب والغليان الموجود في صفوف القوات المسلحة، محاولة الانقلاب داخل يوم حفل عيد ميلاد الملك 42 في القصر، تحرك قوات، مجيء قائد القاعدة الجوية لك وملابسه ملطخة بالدماء، وبعد ذلك مجيء الجنرال حمو قائد المنطقة المركزية والطلب منك أن تذهب لتقصف قصر الصخيرات على رأس من فيه بالقنابل. لم يطلب مني الجنرال، أنا يعني أمقرة طلب مني يعني باسم الجنرال، ولهذا أشياء لم تكن واضحة في ذهني. يعني الكولونيل أمقران إذا أراد أن يقصف القصر لماذا يذهب ويأخذ ثلاثة طائرات ويقصف القصر؟ هو بنفسه هو طيار، وهو طيار، هو طيار ما يعني شيء ما تقول. ويقول أن الملك قد ما بين الموتى، ولماذا يقصف القصر إذا الملك كان بين الموتى؟ يعني هذا شيء ما. هنا تبين ربما الجنرال حمو كان لم يكن واثقا من الملك قد ما بين الموتى، وأراد أن يكمل الانقلاب أو يجعل انقلاب لنفسه. معنى ذلك أن الجنرال حمو كان متورطا بشكل أساسي في الانقلاب، ومعنى ذلك أن الكولونيل أمقران أيضا كان متورطا. هنا نقطة الاستفهام، الكولونيل متورط أم لا؟ لأنه في المحاكمة يعني بعد الانقلاب قال بالحرف بأن جاءه الجنرال حمو وطلب منه أن يذهب ويقصف قصر الصخيرات، وأجبته بأنني لا أستطيع أن أذهب لأنه في القصر يعني النساء يعني عاد تمام الكلام الذي قلت له. هذه في المحاكمة لكم بعد ذلك، أنتم بعد محاولة الانقلاب التي كنتم بها، يعني أعاد في المحكمة الكلام الذي أجبته به الجنرال حمو. كان أمامي، كان بجواري، وكان يبدو عليه كثير من التوتر، كان متوتر كثيرا، يدخل سيجارة وسيجارة، وكان يفكر. معنى ذلك أن هؤلاء الجنرالات لم يكونوا شركاء أساسيين فيما حدث؟ لا أعرف. لا تعرف؟ لا أعرف. المهم أن تصرفاتهم جاءتني شيء ما يعني منافية للتصرف الذي ينبغي أن يكون عليه المشارك. هذه كتبقى مجرد تخمينات ومحاولة الربط بالأحداث، حيث الحقيقة دفنت مع أصحابها. في اللحظات اللي سيطر فيها عباب والجنود ديالو على الوضع،
وظنوا أن الانقلاب نجح. غيبان الملك الحسن الثاني في القصر واللي تم إنقاذه من طرف الساجين كنوش محوش، ومن بعد النجاة ديالو باشر المهام ديالو من أجل القضاء على الانقلاب والتحكم في زمام الأمور من جديد، وطلب من الجنرال بشير البوهالي باش يقضي على الانقلاب. وبالفعل أتوجه البوهالي الرباط، وقامت مواجهة بينه وبين عبابه. سالت المواجهة بوفاة البوهالي وإصابة خطيرة لعبابه، وغيستجمع عبابه القوة ديالو وغيطلب من الدراع الأيمن ديالو عقا حروش باش يقضي عليه ويطلق عليه رصاصة الرحمة. غيتوفى عبابه، وهنا غيسالي الانقلاب، وغتبدأ المطاردات والإمساك بالمشاركين في هذا الانقلاب. وجات من بعد الاستنداقات والمحاكمة. أما الجنرالات الربعة فغيتم اعتقالهم، ومن بينهم الجنرال حمو أمحزون بمدينة مكناس، وكان المشرف على عملية التطهير الجنرال أوفقير. في 11 يوليوز اليوم الموالي للانقلاب غيعقد الملك الحسن الثاني مؤتمر صحفي وتحدث فيه على الحدث، وأكد بلهجة صارمة أن قادة التمرد غيتعد مرميا بالرصاص. في 13 يوليوز مع 11 ديال الصباح تقريبا تم اقتياد 10 من كبار الضباط في القوات المسلحة الملكية لساحة الإعدام بمعسكر مولاي إسماعيل قرب الرباط، وكان ما بينهم الجنرال حمو أمحزون. وحضر طاقم الإذاعة والتلفزة المغربية لتصوير مشهد الإعدامات وعرضها على الشعب المغربي. تم تنصيب 10 ديال الأعمدة الخشبية، وقفوا قبالة 12 جندي كيمثل الوحدات البرية والجوية والبحرية في القوات المسلحة الملكية. وهنا أبدأ الجنرال حمو كيهتف عاش الملك عاش الملك، لكن بدون جدوى، حيث اعتبر الملك الحسن الثاني خائن في اللحظة اللي مشى فيها مع بابو. أو ربما الرواية اللي كتقول أن حمو أمحزون كان آمر أمقران باش يقصف القصر اللي كان متواجد فيه الملك، لكن شهادة الشهود تتقول أن حمو أمحزون كان رافض الانقلاب وكان مجرد رهينة في دعبابه. والحقيقة عند علام الغيوب. غير ربط المحكوم عليهم بالإعدام مع الأعمدة، وغيعطي الجنرال أوفقير الأمر لفرقة الإعدام باش تطلق النار. ومع 11:30 تقريبا سال كل شيء، وتم دفن الجميع في قبر جماعي على أطراف ميدان الرماية بين الرباط وتمارة. وهنا كنكونوا سالين حلقة اليوم، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله.